Selamun aleyküm. Ben Türk vatandaşıyım, seyyahım, dünyayı geziyorum. Fas'a gezmek istedim. En kuzeyden başladım, bu şehire geldim. Bir bölge tespit ettim, görsel olarak, gözlerimle görerek. Buradan uçulabilir dedim. 6 gün rüzgarın yönünün değişmesini bekledim. 6. günde rüzgar müsait oldu. Ben de Tanjir'de uçtum. كيفما كتشوفوا كيقول بانه مواطن تركي وانه زار عده مدن عده دول في العالم وهو يعني الهوايه ديالو هي القفز بالمظله زار عده دول في العالم ولما كان كيزور لما كان هو في الطياره في اسبانيا المهم اتجه من جهه ديال جبل الطار بانت له طنجه والبحر الابيض المتوسط قال علاش ما نزورش هذه المدينه ومن بعد هو يعني جاته الفرصه انه يجي من رحله من اسطنبول لطنجه مع المظله ديالو بطبيعه الحال الهوائيه دخل بها لطنجه عن طريق المطار ديال ابن بطوطه ودخل وباش يعمل الهوايه ديالو وكان هو يعني كيطير في الجهه ديال في طنجه هنايا في القصبه ومن بعد ملي نزل طار في ديك جويه على الكورنيش من بعد ملي نزل طبعا السلطات استوقفته وخذت له كيف ما كيقول خذت له الماتريال ديالو وهو يعني بغى يستأنف الرحلات ديالو يعني كيطلب من السلطات انها تسهل معاه في الوضعيه لانه هو ما كيعرفش القانون ما كيعرفش بان ممنوع او لا ديك الماتريال خصو يكون ديكلاري عند الجمارك هذه ما كيعرفش هذا الشيء ديال القانون لانه هو هكذا كيتصرف في الدول العالم كامل احتاج ان هنا ما عرفش هذا القانون كيطلب من السلطات انها تسهل معاه في الوضعيه ديالو باش يستأنف الرحلات ديالو 19200 درهمي ödemem gerektiğini söylediler. O kadar 19200 درهم قال لك تقريبا ملي صادروا يعني خذوا له الماتريال ديالو يعني السلطات الجمارك دابا هي عند الجمارك قال لك بان عطاوه الجزاء اللي هو 19200 وش حاجه ديال الدرهم جا شويه المبلغ صح هو ما عندوش هذا المبلغ هذا لانه هو تقريبا شي 15 يوم وهو هنا في طنجه فبالتالي كيطالب انه يتساهل معاه باش يستأنف الرحلات ديالو ويعرف المدن المغرب عند تركيا ولا عند ناحية ديال شرق اسيا حزين بزاف فهمتي يعني اثرت فيه بطبيعه الحال قال لك هذه الحادثه اثرت فيه لان بعد هو كان وقع له حادثه من قبل ان الوفاه ديال الزوجه ديالو هذه واحد 3 شهور اللي هي كانت كتكون صاحبه معاه في السفر ديالو في هذه الرحلات بالقفز المظله وبالتالي اثرت عليه بشكل يعني حزناته بزاف شويه هاد ولكن ما عنده حتى شي علاقه بالمغرب ولكن اثرت فيه نفسيا insanların hepsini çok seviyorum ülkenizde herhalde bir iki ay daha kalırım kanadımı verirlerse paraşütümü verirlerse كيقول بان هو يعني عجبوه الطبيعه الناس هنا في المغرب والطبيعه يعني الجغرافيا ديال المغرب وما كرهش ان السلطات تسهل معاه باش تعطيه الماتريال ديالو باش يكمل الرحلات ديالو في المدن اخرى بطبيعه الحال بترخيص من السلطات وما يشكلهمش شي اشكال من دابا فوق هادشي اللي كيطلب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد